بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت أحباب جميع خصال، صلوات الله عليك سيدي يا رسول الله. والله صدق من قال فيك وإنك لعلى خلق عظيم. والله صدق من قال فيك فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله قد صدق من قال فيك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله عليه. موقف أحبابي إخواني في الله هو طلب غريب يطلب من رسول الله، طلب غريب يطلب من رسول الله. تتخيل يا أحبابي أن شابا يأتي إلى رسول الله يطلب منه أمرا لن تتخيل. ماذا طلب الشاب؟ تعال نصلي على سيدنا رسول الله. جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن شابا دخل على رسول الله في حضرة الصحابة، قال يا رسول الله، تخيل المشهد والطلب، اسمع ماذا، يا رسول الله. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ائذن لي، هذا الطلب ركز، في الزنا. يا نهار أبيض، لو دخل علي واحد في المسجد بعد العشاء وقال لعم الشيخ والله أنا عايز أروح أزني، أو عايز أروح أشرب لي كاس خمرة، أو عايز أضرب لي سجارة عم الشيخ، كيف يكون حالي أنا؟ طب حل انفعل يا عم، روح يا عم، وأقل ما يقول يا عم روح، إن شاء الله تاخدك ألف سلامة إن شاء الله. طبعا عمره ما حيقول كده. تخيل هذا الشاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، قال نعم، للرسول، للذي نزل عليه الوحي، صاحب المصدر الثاني في التشريع، المشرع بإذن الله هو النبي محمد. وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني لو أزن له النبي لكان الزنا حلال والعياذ بالله وأستغفر الله. يا رسول الله إذن لي في الزنا، يعمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالله عليك حبيب واخي في الله، أما كان يا أحباب إخواني في الله يجوز عقلا إن النبي يقول له صلى الله عليه وسلم ما استفدتش مني حاجة، ألم تستفد مني شيئا، أما سمعت أن الله قد قال ولا تقربوا الزنا والكلام ده؟ لا، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف نغير المنكر، كيف نغير الأمر الذي لا يرضي الله رب العالمين. إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أدنوا مني، تعال 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 قرب مني. اللهم إني أسألك يا ربي أن تجعلنا يا أرحم الراحمين من الملازمين لكتفي رسول الله والمزاحمين على رسول الله في الفردوس الأعلى رب العالمين. أدنوا مني، تعال اقترب. فاقترب الشاب والنبي يقول أدنوا مني، حتى أجلسه النبي بين يديه. تغيير المنكر لا يكون إلا بالمعروف، إياك أن تغير منكر بمنكر مثله أو منكر أكبر منه، لا، إنما تغير المنكر يا حبيب الله يرضى عنك، لا تغيره إلا بالمعروف. قال أدنوا مني، فأدناه حتى أجلسه النبي بين يديه، ودار حوار رقيق عظيم كبير كله مغلف وقد ملئ بالرحمة، حوار كله رحمة أحبابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك، ما ربكم الشاب أعزب، أترضاه لأمك، ترضى الموضوع ده لأمك؟ إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر للشاب يقول أترضاه لأمك، فيقول الشاب، اسمع الكلمات، لا، جعلني الله فداك يا رسول الله، أفديك بعمري أنا، أفديك بحياتي، أفديك برأيتي يا رسول الله، والله أبدا ما أرتضي لأمي يا رسول الله، أمي تزني، أعوذ بالله رسول الله، ما أرتضاه لأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، من يرضى لا قدر الله انتظر الفاحشة على أمي؟ أبدا، مش واحد عاقل أبدا يرضى لذلك أبدا. فقال لا، قال أترضاه لابنتك؟ طب عرض أمك كبير ماشي، طب ترضاه لبنتك؟ قال لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. شفت الحوار يا أحباب إخواني في الله فيما بين النبي محمد؟ ما قال له لا جنة ولا نار يا أحباب إخواني في الله، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يا أحباب إخواني في الله أن يتعمق في قلب الشاب ليخرج الجواهر التي قد تغطت بأوساخ الدنيا،
أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظف القلب يا أحبابي إخواني في الله من وسخ الشهوة يا أحبابي إخواني في الله. الشهوة لما تسيطر على العقل ممكن الإنسان يعمل يا أحبابي يفعل أمور غريبة سمعناها في الأيام يا جماعة. ده إحنا سمعنا عن يا أحبابي تبادل الزوجات. تبادل الزوجات يا أحبابي. أيوه إحدى الزوجات يا أحبابي إخواني فترفع قضية لأن الزوج طلب منها أن تتبدل مع زوجة واحد صاحبه هو يخدم مراته ويديله مراته. يا أحبابي إخواني في الله يا أحبابي ده هذا الأمر لا يوجد في الحيوانات في الحيوانات. فكيف بأتباع أحباب الشريعة السمحة؟ كيف أحبابي بإنسان عاقل يا أحبابي إخواني في الله؟ تبادل زوجات. تعالى النبي أراد النبي أن يغوص النبي صلى الله عليه وسلم في قلب الشاب ليخرج الأخلاق الطيبة التي قد تغطتها أوساخ الشهوة. فقال النبي أترضاه لابنته؟ قال لا والله جعلني الله فداك يا رسول الله. قال له خلاص بلاش بنتك ترضاه لأختك. شفت النبي هو هادي صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون ما احوجنا إلى الرفق وإلى اللين في القول يا أحبابي إخواني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأختك؟ قال لا أختي والعياذ بالله. أبدا يا أحبابي إخواني في الله. والله على سبيل الأختي دي يا أحبابي قرأت قصة اسمها 100 قصة وقصة أحبابي إخواني في الله للدكتور مصطفى مراد أحبابي إخواني في الله. يقول عن شاب يا أحبابي يعني خلاصة القصة هذا الشاب ألعوب يعني صاحب يقول لك لبق في الكلام وبيقدر يدوب البنات ووقع بنت فعلا في أحبال أحبابي إخواني في الله في أحبال الشيطان يا أحبابي إخواني في الله وأمها أحبابي إخواني في الله. فالبنت قالت له أبدا بنت شريفة عفيفة قالت له أبدا. قعد بكل الطرق خد أيام وشهور عشان يوقعها في المصيادة. أنا في بنتي تقع ضدي أنا في بنتي تقف قدامي. بعض الشباب كده أحبابي فاكر اللي هو مقطع السمكة ودينها هو العايش. ده يا ابن البنت أنا ما تاخدش غلوة معايا. نسي هذا المسكين كلام النبي أترضاه لأمك أترضاه لأختك أترضاه لخالتك أترضاه لعمتك. هتسمع دلوقتي. المهم الشاب ده اللي ذكره أحبابي صاحب 100 قصة وقصة بحيلة يا أحبابي غريبة قال خلاص لهذه الفتاة أنا حاجة أخطبك أنا ووالدي وراح هو ووالدته وأهل أحباب إخواني في المكان ده عند البنت عشان يخطبوها أحباب. وفعلا خطبوها أحباب. هو نيته نية سوء. اتصل على البنت قال لها خلاص إن الحمد لله رب العالمين تعالي في المكان الفلاني عند الشاليه الفلاني بتاعنا هناك هتلاقي والدتي ووالده إن شاء الله عشان إيه نروح نشوف بعض الأساسات. أوعى أختك تروح مع خطيبها أبدا ما ينفعش لأن هو لسه راجل غريب عنها لا يجوز شرعا. يا جماعة ما يجوزش أبدا إن تروح معاه في محافظة معاه عشان يروح يشوفه اللي مش عارف أوضة النوم ولا الأنتريه وعشان كذا يقول لك يا ابني خدها وروح. ما أنت إيه زي ابني يا ابني ده أنت لو شفتها عريانة تغطيها. الكلام ده ما يأكلش عيش ولا يستر أعراض. هذا يهتك أعراض يودي في 60,000. أسأل الله العفو والعافية. أيوة أحبابي كم من بيوت وأعراض تلوثت بهذه الأمور. يسافر معاها ساعتين وثلاثة عشان يرجعوا مع بعض آخر الليل يقول لك والله الأسعار مولعة نار. نسأل الله العفو والعافية يا أحبابي. يا رب يزوج جميع الشباب يا رب يجوز يا رب الواد محمد واقف قدامي ده يا رب العالمين. أيوة أحبابي إخواني إنا لله وإنا إليه راجعون. تعال شوف يا أخي فيقول فذهبت الفتاة لا والله قدر الله أمرا آخر. فإذا بهذا الشاب الذي قد امتلأ حقدا وغلا على هذه الفتاة إذا به يتصل على أصدقائه يقول لهم عايز يكسرها يعني. قال لهم في بنت هتيجي عند الشريف بتاعنا هناك أول ما تجي اعملوا أنتوا اللي عايزينه فيها. خرج صحبة السوق وانتظروا الفتاة دي يا أحبابي إخواني. وفعلا جت فتاة يا أحبابي أخو جت فتاة يا أحبابي إخواني في الله ودخلت وجدت ذئاب بشرية فانقضوا عليها أحباب إخواني فعلوا لكل اللي عايزين يعملوا. صليت مع رسول الله واتصلوا وقالوا له خلاص يا معلم البنت احنا خلاص. قالوا زي الفل. ذهب الشاب ليستشفي منها عايز يروح يشفي غل فيها. فدخل على الشاليه ووجد المفاجأة. وجد ايه؟ ممكن نكمل المرة الجاية على رأي واحد أحباب إخواني. اوعى ومش هقول له ورا الكلام اوعى. فاذا به احباب الناس احباب اخواني يجد من يجد فتاه غريقه في دمها ولكن للاسف لم يجد خطيبته يا احبابي انما وجد اخته. وجد اخته البنت اتاخرت وما راحتش وحصل ظروف وما راحتش ليه انما ذهبت اخته عشان الشريك بتاعهم فوجدها الشباب ما
نعم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إن الله يدافع عن الذين أمنوا. أصيب هذا الشاب بالجنون لما رأى أخته في تلك الحالة. نسأل الله العفو والعافية. تعال نرجع لسيدنا النبي، قال أترضاه لأخته؟ قال لا، جعلني الله فداك. قال أترضاه لعمته؟ قال لا، جعلني الله فداك. أترضاه لخالتك؟ استوى الشاب خلاص، وبدأت العيون تنهمر من عينيه، بدأ القلب يضرب يضرب القلب يا أحبابي ضربات الإيمان. ليستيقظ يا أحبابي إخواني في الله، أتركه النبي في هذه الحالة التي استوى عليها الشاب؟ استوى خلاص، امتلأ القلب بالموعظة، امتلأ القلب بالخوف من الله، امتلأ القلب مراقبة الله، امتلأ القلب يا أحبابي بذكر الله. استوى الشاب يا أحبابي، فإذا برسول الله يضع يده الشريفة على صدره ويقول اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. ثلاث دعوات من سيدنا النبي. اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فيقال أن هذا الشاب بعد أن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى ذلك من هذه الأمور إلى شيء أبدا، ما فكرش أبدا أنه يعصي الله في هذه الأمور. نعم، الشاهد منها إذا أمرت أن تأمر بمعروف أمر بمعروف، وإذا أردت أن تنهى عن منكر لا تنهى عن منكر إلا بمعروف. قال مولانا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين. أسأل الله العفو والعافية، أسأل الله رب العالمين أيها الأحبة أن يرزقنا حسن التخلق بأخلاق رسول الله. إياك حبيبي أن تكترئ على حدود الله رب العالمين. إياك حبيبي، كان أحد الناس يقول لابنه يا بني إن اخترقنا في بيتنا، يعني لو أصاب أمك أو أختك شيء اعلم أنما السبب هو أنت أولا. لأجل ذلك من حافظ على أعراض الناس حافظ الله على عرضه، ومن تعفف أغناه الله رب العالمين. أحباب إخواني في الله، نسأل الله العفو والعافية. أحباب إخواني في الله، أسأل الله أن يجمعنا مع سيدنا رسول الله. أحبكم في الله أيها الأحبة في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.